السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. التواصل الاجتماعي فيديو من برنامج ناس وناس نشرته قناة السومرية على صفحاتها على انستغرام وفيسبوك وتويتر لشاب احرق القلوب ببكائه وصرخته الصادقة النابعة من قلب يأس من هذا الوطن ومن مستقبله فيه. وكأن حلم الشاب العراقي بات محصورا بأساسيات لا بد من أن تكون موجودة في يوميته، أساسيات على الدولة أن تؤمنها بدون قابل أصبح يتمناها المواطن وكأنها حلم مستحيل. شاب في ربيع العمر أعظم أمنياته تكتكن وطلبه الوحيد أن يعيش بكرامة وأن يكون نفسه. المستقبل بات مرهونا بالقوت اليومي، والدراسة والتوظيف أصبح من الكماليات بعيدة المنال. فأي وطن هذا الذي يبكي فيه شبابه على شاشة التلفزيون ويحلمون بتك تك؟ أي وطن هذا الذي لا يخجل فيه ابنه أن يعترف برغبته بالانتحار ليخلص من عذابه؟ أي دعم يقدمه هذا الوطن لابنه الذي فقد كل الأمل ولا من أحد يواسيه سوى بعض التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي؟ لكن لا يسعنا سوى القول أن الوطن سيبقى بألف خير طالما أن فاعل الخير ما زالوا هنا يدعمون من هم بحاجة، ولو بكلمة، بمساعدة أو بسؤال. كثر أرادوا مساعدة هذا الشاب بعد أن عرضت السومرية وجعه وألمه النابع من قلبه، فألف شكر لكم.